هذه الشركة مختصة في تربية الدواجن وصنع الأعلاف، يعني ما عندنا مصنع الأعلاف. مصنع الأعلاف الطاقة إنتاجية تاع 80 قنطار في الساعة جرانيلي و 100 قنطار الساعة فاريني، ونخدموا جميع الأنواع الماكلة تاع الحيوانات، سواء يعني الحيوانات البقر ولا الخروف العجل، وعندنا تاع الدجاج يعني من احسن انواع، يعني ثبتت نتيجه مليحه تاع الاعلاف تاع الدواجن. عندنا برنامج تحصينات وبرنامج الادويه. برنامج التحصينات هو برنامج اجباري، عندنا في برنامج تلقيح 7 ايام، تلقيح 14 يوم، تلقيح في 21 يوم، وعندي برنامج أدوية وقائية ضد الفيروسات وضد البكتيريا، وعندي الأمن الحيوي هو بعد الدورة، هو برنامج تطهير وتنظيف المجانة.